على الجانب الاخر الناحيه الهجوميه النهارده ما كانتش واضحه، ولكن احرز 3 اهداف. شوف الاول المباراه اللي زي دي او المباريات اللي بتبقى مباراه النوك اوت، انت بتكسب عشان يعني تصعد، دي بتبقى محتاج يمكن زي ما قلنا قبل المباراه ما تبتدي، محتاج حماس كبير جدا من اللعيبه، يعني اكتر منه من التكتيك اللي اتلعب. منتخب مصر يمكن لو هنتكلم على الروح القتاليه والحماس، فمنتخب مصر الحقيقه كانت موجوده عند المدير الفني، موجوده عند اللعيبه في الملعب. اللعيبه الحقيقه النهارده قتال في الاداء بشكل كبير جدا، ولكن النواحي الفنيه النهارده والتكتيكيه الحقيقه يعني زي ما الكابتن فتحي اتكلم قال من شويه، انك انت يعني المباراه اتغيرت بعد الحكم ما تدخل، يعني من وجهه نظر الشخصيه يعني الحكم تدخل في المباراه اتغيرت، قدرت تسجل هدف رمضان صبحي، المباراه اتغيرت، المباراه كانت ممكن تمشي بشكل مختلف لولا ركله الجزاء اللي احتسبت للمنتخب المصري. ولكن انت طريقتك النهارده للاسف يا كابتن اسلام زي ما انت اتكلمت من شويه على النواحي الهجوميه ما اتغيرتش، انت بتلعب منتخب جنوب افريقيا اكيد هو شافك بتشتغل ازاي، اشتغل عليك بشكل كويس قوي، قفل لك اطراف الملعب بشكل جيد جدا. النهارده يمكن كرة وحيدة عرضية اتلعبت للمنتخب المصري الشوط الأول عن يعني كان عن طريق لا أبو الفتوح، مظبوط أحمد فتوح، عن طريق أحمد فتوح الوحيدة اللي لعبها مصطفى محمد، وكانت سهلة في إيد المرمى. ده معناه إن أنت التكتيك اللي بتشتغل بيه ما قدرتش إن أنت تنفذه النهاردة على أرضية الملعب، وده طبعا دي حاجة معلش يا بلال برضه. إحنا فعلا التكتيك اللي المنتخب المصري دايما بيلعب بيه وشفناه في الثلاث مباريات السابقة ما قدرش يطبقه النهارده بشكل او باخر، ولكن في نفس الوقت برضه جنوب افريقيا لم يطبق اي شيء. بالظبط، ما انا يعني بص انت بتتكلم يعني برضه بنتكلم يا جماعه، ما هو احنا بنتكلم دلوقتي على منتخب مصر مظبوط، لكن منتخب مصر ما طبقش، لكن صح. ما هو برضه قفل على قدر يقفل طبعا، قدر يقفل بشكل جيد خد بالك طبعا، وقدر يعني انا شايف ان الاستحواذ بتاع منتخب مصر منتخب جنوب افريقيا كان اكتر في نص ملعبه، استحواذ سلبي قصدك، استحواذ سلبي باستثناء الكره اللي اتلعبت الشوط الاولاني بالعرض دي، ما حدش، وبعدين ده خطا من حارس مرمانا لو تفتكر الكوره اتلعبت اتعملت ما كانش حد، كان اوت اوف بوزيشن يعني صح. وبالتالي انا شايف ان منتخب مصر او كابتن شوقي غريب نجح ان هو يعمل اللي هو عايزه، اللي هو عايزه ايه؟ ان يخرج كسبان، ان هو يخرج ان هو يتاهل تمام ايوه يخرج كسبان، ان هو يخرج كسبان يعني كسب وتاهل. ايه اللي مطلوب منه ان هو يعمله تاني؟ ولا حاجه. اللي مطلوب منه كابتن شوقي غريب يعني ان هو ياخد الفرقه ويصعد بيها طوكيو صح. 2020 هو حقق المطلوب، حقق المطلوب نجاح وبشكل رائع صح. اللي حصل ده نجاح بشكل عام، بالظبط. عشان كده احنا بنقول احنا مبروك لكابتن شوقي غريب والمنتخب والجمهور المصري الصعود للاولمبياد. احنا يعني الجزء الثاني الفني لا ما كنتش الافضل، يعني دي مش من المباريات الافضل بالنسبه لك انت، النص ساعه الاخيره اتغير الحال خلاص، الجيم اتفتح بالنسبه لك. يعني انا بص يا اسلام، يعني احنا هنتكلم تكتيكيا فنيا داخل المباراه في كلام كتير، يعني ممكن يعني يبقى يعني كلام عكسي للفني للروح القتاليه وللاداء للاداء بالظبط وللنتيجه والحاجات اللي زي كده. انت صعدنا الحمد لله، كلنا مبسوطين، كلنا فرحين، منتخب مصر صعد الحقيقه بغض النظر عن الاداء، المهم انت وصلت للهدف اللي انت بتحققه تمام. لكن انا بتكلم داخل المباراه نفسها، لا انت وكمان انت خلاص بقيت بتلعب على حاجه تانية، بتلعب على بطوله يا كابتن، مش بغض النظر عن الاداء، لان انا شايف ان الاداء ليس